وكمان عايزه اضيف حاجه هنا خاصه كمان بينا يعني كنادي اهلي، انا شايفه جدا او مهم جدا كمان للجهاز الفني ان هو يعني يبدا يشوف احتياجات المرحله اللي جايه، خصوصا انت بتتكلم ان بعد كمان المونديال هترجع خلاص تدخل وبقوه كريم في المنافسات المحليه، وكمان مع بدايه السنه هتدخل في يعني عندك بقى ماتشات كتيره جدا، لا حاجات، وعندك بقى المنافسات القاريه، هيخلينا يعني نقول حضراتكم كمان بالمناسبه بقى بما ان احنا اتكلمنا عنها يعني نقول نظام القرعه هيبقى عامل ازاي، لان كذا حد برده كان بيسال، خلينا نقول لحضراتكم هو اول حاجه هيبقى في اربع مفروض مجموعات، كل مجموعه هتبقى اربع فرق هيتاهل من كل مجموعة الأول والتاني للدور ربع النهائي، بعد كده هيبقى فيه قرعة تانية ومنها للدور نص ونصف النهائي، وبعدين المباراة هتكون النهائية. طيب نظام التصنيف، نظام التصنيف ده هيبقى المستوى الاول للفرق اللي هي على رؤوس المجموعات، طبعا الاهلي لو احنا هنتكلم بصفته طبعا حامل يعني اللقب بطولتين من اخر ثلاث بطولات، والوداد المغربي برضو طبعا بصفته حامل لقب البطوله الاخيره، والترجي التونسي اللي وصل كمان للادوار النهائيه واخر كمان نسخه وكسب نسخه 2018 و2019، بعد كده يجي الرجاء المغربي كمان حامل لقب البطوله الكونفدراليه زي ما احنا عارفين وصاحب التصنيف كمان المتقدم في افريقيا. طيب دول الفرق او ده زي ما بتقال عنهم كده فرق التصنيف الاول، خلاص الاهلي والوداد والرجاء والترجي زي ما كنا بنتكلم. طيب بعد كده بقى فرق التصنيف الثاني عندك الزمالك وسان داونز الجنوب افريقي طبعا، وتقريبا لو انا مش ناسيه بيترو اتلتيكو وحوريا كوناري تقريبا حاجه زي كده فيعني لا برضو عندك فرق اخرى، فبالتوفيق ده سو فار كده المعلومات اللي عندنا، لكن على كل حال اي فريق فيهم لو احنا هنتكلم هيقع مع الاهلي اعتقد هتكون مواجهه يعني معاها تبقى مختلفه، خصوصا انت بتتكلم برضو لو هنقول مواجهه الزمالك والاهلي هتكون ليها برضو بقى طبعا ايه ابعاد اخرى، يعني لسه ما نعرفش حاجه بس انا بتكلم لو هيبقى ليها، لا هيبقى ليها ابعاد اخرى وتحدي خاص، خصوصا انت بتتكلم ان اخر كمان لقاء بينهم في افريقيا كان نهائي نسخه 2020 لو احنا فاكرين، والاهلي كسبها كانت بالقضيه ممكن طبعا بتاعت قفشه، فيعني هو ده ماتش ما يتنسيش يعني، هو هي طبعا تبقى كان مباريات أبد حلوه يعني فيها تنافسيه فيها جماهيريه، ف يعني بيبقى فيها برضو كده زي ما بيتقال سسبنس، فانا بشوف ده حلو في كره القدم يعني.